اختتمت فعاليات مهرجان الدن الدولي للمسرح الذي شهد مشاركه سوريه فاعله من خلال مشاركه فرقه المسرح القومي بمسرحيه نقيق وقد حصدت عده جوائز منها افضل نص مسرحي في المهرجان وافضل ممثل رئيسي اول وافضل ممثله رئيسيه ثانيه كما شهد المهرجان مشاركه سوريه في لجان التحكيم المسرح السوري مسرح حاضر في كل محافل دائما المسرح حاضر الابداع، العمليه المخرج السوري والممثل السوري ابدا يعني لا يساعد باي مهرجان مسرح يقام باي دوله سواء بالوطن العربي او خارج الوطن العربي انا كثير سعيد انه حصلت على جائزه افضل دور اول هي طبعا حافز كبير بعد عمل خمس من للمسرح في مجال التمثيل وإخراج والتعنيف كمان موضوع ادم فعاليات مهرجان الثاني اللي سبب هو الفن أه نحن في سوريا مدريكي المسارح هو من شيء طوي بعد كعطاطي لان عندنا مباركه عرض مسرحيه نقيض افراج الدكتور عجاج سليم وتاليف النص ذات اباره وعاصمة البرق هذا النص فائز على جائزه افضل ممثل مسرحي في العالم العربي للمسرح ومثلنا اليوم كاسر الرلد جائزه افضل نص من فعاليات مهرجان الثاني رسائل الدعم والتضامن لغزة كانت حاضرة بقوة في المهرجان من خلال الأعمال والإهداءات والجوائز كما خصص ريع بعض الأعمال المسرحية للأهالي في القطاع المحاصر حاضر فلسطين حاضرة بالوجدان لأن فلسطين هي جنوب سوريا جنوب بلاد الشام قضية فلسطينية قضية السوريين من يوم يوعينا على الدنيا ونحن ما يعني الهمنا الاكبر يمكن كل تضحيات سوريا كانت وهي عم تقدم واجبها تجاه قضيه مركزيه بشهاده الجميع يوم يعني العرض السوري انه هو عرض خدم رؤيه جديده بالتعامل مع خشبه المسرح النص هو للكاتب السوري روعة سنبل اللي عام 2020 فازت بجائزه الهيئه العربيه للمسرح كافضل نص مسرحي عربي على 250 نص مسرحي هذا يعني انه سوريا يعني كانت الطبعة وستستمر ولا لكن كل واحد إبداع تمظهر فنية تعكس صحوة المسرح تحديدا هنا معنا في مسقط في سلطنة عمان وكذلك ايضا في المنطقة والدور الذي يلعب في وعي الجماهير ان كان على مستوى العروض المتكاملة بالنص والاداء وكذلك ايضا ظهور اسماء جديده في هذا المسرح مؤكد بانه ما يعد لبنه من اللبنات التي كانت تسعى لها سلطنه عمان في تاهيل شباب عمانيين القائمون على المهرجان اكدوا على اهميه المشاركه السوريه لاثراء الفن والمسرح في السلطنه وتبادل الخبرات في هذا المجال الهام في ظل حركه نهضه فنيه ومسرحيه كبيره تشهدها السلطنه مؤخرا. نجاح ظاهر للمسرح السوري هنا في مهرجان الدن الدولي المسرحي بنسخته الرابعه في العاصمه العمانيه مسقط بتحقيق عده جوائز خلال حفل الختام. سومر العلي الاخباريه السوريه مسقط.